Hello, dear peoples, how are you? Welcome to our class. Today we have Unit 2, Lesson 1. نعم درسنا Unit الثاني, Lesson 1, درس الأول, Asking about time, السؤال عن الوقت. طبعا هنا أنت هتسأل مثلا تسأل واحد من الساعة بيش, what time is it? أو تريد تسأل أحد, مثلا what time do you get up? What time do you go to school? تسأل أحد شو وقت تستيقظ, شو وقت تروح المدرسة؟ What time do you finish your school? شو وقت تخلص مدرستك؟ هي ناس سؤال معلم. صحيح تقريبا لازم نتفق انه your answer ان شاء الله using digital clock or watch. حنستخدم توقيت الديجيتال. الطريقة السهلة يعني بالإجابة عن الوقت. Okay? Now this is lesson one. Let's start. Look, listen and say. حتباوع حتنطر الساعة وتتعلم طريقة قراءة الوقت. خلينا نشغل الليسنينج. Track 16, Unit 2, Lesson 1. Look, listen, and say. 1. What time is it? It's 3 o'clock. In our south side. 2. What time is it? It's 9:30. 3. What time is it? It's 11:15. هنا تعمل معنى ديجيتال الواتش أو ديجيتال كلوك. هنا لما تجي تقول الوقت تذكر الساعة ثم الدقائق. لما أنا هنا it's 9 الساعة 9:30 30 9 ونص. Four. What time is it? It's 7:45. ساعة 8 الظهر. Five. What time is it? It's 12 o'clock. Six. What time is it? It's 1:15. Seven. What time is it? It's 2:45. Eight. What time is it? It's 8:30. إذا لاحظت أن أنت هنا مطالب بحفظ الأرقام حتى نسوي quick revision مراجعة بسيطة لها. خلينا نتعلم هالأرقام. This is your new vocabulary or new words. كلماتك الجديدة ب listen one الدرس الأول. نجي على طبعا هنا الكلمات المطالب بحفظ حتى بالإملاء مالتها تحفظ الإملاء مالتها. We have listen one on unit two. Watch تجي بمعنى يعني معنى إذا تقول I watched TV yesterday يعني تفرجت على التلفزيون البارحة. أما إذا تريد تقول ساعة اليد هم نسميها watch. أما بالنسبة لساعة الحائط اسمها clock. Get up يستيقظ أو يلمع سوري 13 هنا تجي على الأرقام اللي إذا أنت المفروض تحفظها بالإملاء خاف أنت ناسيها أغلبكم طبعا أنتم تعرفوها بس خليني أسويها مراجعة بسيطة. 13, 13, 14, 14, 15, 15, 16, 30, 30, 20, 20, 40, 40, 50, 50, 60, 60. هذني بعض من الأرقام اللي عندكم اللي أنت مطالب تكون حافظها بالإملاء مالتك. تعالوا هسه نشوف التمرين هذا شلون حنحله اليوم. ورا ما تعرفنا على الأوقات نجي هنا. Write the time. اكتب الوقت. حيعطيك اياه كتابة انت تحول رقم. يعني انت تكتب الرقم مالته. نجي على اول واحد بدون ما تباوع على الرسم مال الساعات حتى يعني نقولها رسم. خليها تعالى واحد يتمرن عليك. الحين عندك كم وحده والبقيه خليها عليك. It's
2:45 يعني الساعة قيش؟ يعني 2:45 دقيقة 45 يعني 2:45 دقيقة sorry 40 sorry it's 2:45 يعني 2:54 دقيقة 45 دقيقة 2:45 يعني 2:45 دقيقة يعني 3:45 هتكتب هنا تكتب مثل ما هنا 2:45 it's 2 ساعتين 45 دقيقة number 3 it's 1:15 هتكتب الوان هي الساعة الخامسة 15 هي 1:15 دقيقة يعني 1:15 تكتب 1:15 It's 3:00 الواحد ساعة 3 it's 3:00 ساعة 4 it's 4:00 ساعة 5 it's 5:00 فتكتب it's 3:00 إنها الساعة الثالثة طبعا احنا ممكن نحط لها اصفار الثلاثية يجي it's 3:00 Number 5 it's 12:00 الساعة 12 فتكتب عادي رقم 12 حط الصفر البقية حتكون عليك انت it's 9:30 9:30 اللي هي 30 دقيقة it's 9:30 الأخير الآخر اثنين it's 8:40 الساعة 8:30 سوري هم عادي نفس الفكرة هتكتب الـ 8 اللي هي الساعة والدقائق اللي تيجي وراها هاي بالنسبة للتمرين الأول نجي على معلومة مهمة إذا تريد تسأل عن وقت فعل شيء أو الساعة السرعة تسأل واحد من الساعة بيش الطريقة الأسهل هي نقول What time is it? أو What is the time? أنت عندك بالكتاب What time it is? Is it? مثل ما منطيك إياها اللي هو هنا What time is it? إذا أريد أجاوب ساعة 4 مثلا تقول لي It's 4:00 إنها الساعة It's 4:00 الساعة الرابعة إذا تقول لي مثلا الساعة الثالثة It's 3:00 حد يكتب هنا 3 وتحط وراها كلمة o'clock بس انتبهوا على كتابة شكل o'clock أفضل أن أسأل واحد أن أقول له شو وقت تستيقظ هذا المسألة؟ شو وقت تروح للمدرسة؟ What time do you؟ وتحط الفعل اللي أنت جاي تسأل عليه يعني مثلا What time do you get up؟ يجي جواب يقول I get up at 7:00 تسأل واحد تقول له مثلا What time؟ شو وقت تروح للمدرسة؟ What time do you حط الفعل الذهاب إلى المدرسة go to school شو وقت تروح المدرسة؟ إذا يجي جواب حيقول لك أنا أذهب المدرسة مثلا الساعة 8 أو أي أوكي خلينا نقول الساعة 8 أو أنا الساعة أذهب المدرسة الساعة 7:30 I go to school at مثلا 7:30 الساعة 7:30 أو على 7:00 as up to you طبعا بالنهاية ننزل نحط full stop نفس الفكرة هنا حنكررها بهذا التمرين اللي هو السكند بالورقة الورقة هنا طبعا المفروض هذا التمرين يطبق بالصف بس احنا خلينا نتعلم على الطريقة ما انت خاف منكم من يجون او حسب الظروف خلينا نتعلم عن طريقة مالتها هنا الأسئلة مالتها هي مهمة حتى تنفعك في الامتحان الأورال إكزام في الامتحان الشفوي يعني حسألك سؤال يقول لك What time do you get up؟ شو وقت تروح المدرسة؟ سؤال شو وقت تستيقظ؟ What time do you go to school؟ المفروض الثاني يسألك السؤال هذا وأنت تجاوب يقول لي I go to school at 7:00 What time do you finish school؟ حسألك هنا هذا السؤال حقول لك What time do you finish your school؟ أو What time do you finish school؟ من تيجي تجاوب تقول ليو تحول إلى I finish أنا خا
خلص المدرسة school at فلنقول الساعة 2 2 o'clock في الساعة الثانية. What time do you have lunch? وقت you have lunch هنا دي هاوية تناول lunch مالتك. فلنفرض انت ابتيو طبعا كل واحد وقت التناول الطعام والوجبه مالته الغداء مالته اللي هو بكيف يعني يجاوب بس المهم تيجي تجاوب تقول I have lunch at وحط التايم او الوقت اللي انت بتحط تريده. هاي بالنسبه لطريقه السؤال عن الوقت، موضوع كلش بسيط ما في اي تعقيدات. This is in your people's book. Now let's go or let's start with activity book. خلينا نبدي بكتاب النشاط. On page 20 على صفحة رقم 20 اطلع نفس الفكرة هنا مثل كانت عندك بكتاب الطالب حتتكرر مرتين بكتاب النشاط. يقول لك read the time اقرأ الوقت and write it on the clock. Faces حتكتبها على وجوه الساعات الموجودة عندك سواء كانت ساعة watch ساعة يد أو clock ساعة حال. فنفرض على سبيل المثال it's 8:30 ساعة 8:30 كتبنا هنا في على رقم على الساعة. طبعا احنا قلنا التوقيت نسميه digital clock or digital on digital clocks or digital watches على التوقيت مع الساعات الحال واليد. It's 3 o'clock number 2 It's 3 o'clock. طبعا انا ننسى انه حاعوف جزء من عنده انت تكمله كواجب، بس عندك هالطريقة. نمبر 2 اللي انا عندك It's 3 o'clock موجودة حنكتبها هنا. شلون نكتب؟ حتكتب الساعة عادية 3 نقطة حط صفرين. It's 3 o'clock. نمبر 4 It's 5:45. It's 5:45. طبعا رقم 4 اعتقد المفروض رقم 3 It's 6:15. يعني شنو 6:15؟ يعني S 15 sorry not 15. 6:15 يعني 6 حتبقى الساعة 6 15 هي 15 فحنكتب 6 خمسة سورة مع خمسة مالتي الخمسة الفايف كتبتها المهم تسووها بس 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 عندكم اياها تقدون اوكي ننتقل للوراها it's 5:45 number 4 it's 5:45 نجي It's 5 يعني شنو It's 5 يعني الساعة الخامسة 45 يعني الساعة 45 دقيقة يعني 6 إلى 4 فتكتب It's 5 وكتبها 5 لو فرصة بس دقيقة It's 5:45 إذا 45 دقيقة البقية حتكون نفس الفكرة انت حتطبقها على الباقي حتى ما نضيع عليها وقت هو تمرين سهل. ننتقل للتمرين اللي وراه. ننتقل للتمرين اللي وراه يقول لك write the sentences correctly. اكتب الجمل بطريقة صحيحة. هنا نعطيك الجمل بها خطأ بالتوقيت. فأنت مطالب انه انت تكتب التوقيت صح. يعني نجي على رقم نمبر 1 فراس gets up at 8:30 منطقة هنا 7:15 فإذا هنا عندك الخطأ فتكتب فراس gets نفس ما هي وتصحح التوقيت up at 7:15 اوكي Number two, the children finish school at 3:15. هنا
إنما هنا 1:13 فنكتب نعيد الجملة rewrite the sentences حنعيد الجملة the children finish ونيجي على التوقيت والصحيحة school at 1:30 number 3 Dima has lunch at 12:45 إنما هنا التوقيت اللي عندنا 2 o'clock فنكمل نكتبها صح Dima has lunch at 2 o'clock. هذا كان التمرين اللي عندك نمبر طبعا هم اربع هم ثلاثه ممكن حلينا اياها بس هنا عندنا W T W That's it هذا هو الدرس المطالبين ان نحفظ الكلمات بالإملاء لان هي تعتمد على الارقام اللي موجوده عندك نرجع للفوكابل الكلمات اللي عندك حتى تتاكد انه انت تحفظهم بالطريقه الصح وبالاملاء الصح وكما تينا how to ask about time احنا قلنا الطريقه اللي نعطيك اياها بالكتاب تمشي عليها and that's it for now هذه هي الدرس الاول study it اقرا carefully بحرص وما تنسى تحفظ الكلمات وتحل مثل ما انا حليت in your activity book and people's book goodbye